بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل حيث أنشد قائلا: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات. ومع رواية حفص عن الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي، ومع سلسلة التيسير في علم الترتيل، ومع القسم الثاني أو مع الركن الثاني للحرف الهجائي. ولو نذكر أنني عندما تكلمت عن الحرف الهجائي قلت يتكون أو يتألف من ركنين اثنين. الركن الأول يتمثل في المخرج، والركن الثاني يتمثل في الصفة. الركن الأول يتمثل في المخرج، والركن الثاني يتمثل في الصفة. وهذه الصفة قد تكون صفة ذاتية، وهي تعرف بحق الحرف، أو أن تكون صفة عرضية وهي تعرف بمستحق الحرف. فإذا ضربت مثال على حرف الثاء، لو ضربت مثالا على حرف الثاء، الثاء لكي نستمع إليها لابد من ركنين أساسيين: الأول المخرج، وهو ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا أث، والركن الثاني يتمثل في الصفة. وهنا لو نظرنا إلى ركن الصفة لوجدنا أنه قد تكون هذه الصفة صفة ذاتية ملازمة للحرف. وهي ما هي هذه الصفات؟ الهمس، الرخاوة، استفال، انفتاح، إصمات. خمس صفات. يبقى ده جزء من أجزاء الصفات. والشق الثاني من شق الصفات الصفات العرضية، وهي التي تعرض على الحرف أو تعرض على الحرف، صفات عرضية تعرف بمستحق الحرف. فلو نظرنا ما هي الصفات العرضية التي ربما يتعرض إليها حرف الثاء: الحركات والسكنات، الحركات والسكنات. فعندما أصف الثاء بأنها متحركة هذا وصف عرضي، لأن الثاء ليست متحركة على الدوام وليست ساكنة على الدوام، فالحركة والسكون بالنسبة لحرف الثاء هي صفات عرضية.
هي دي الفكرة القائمة على مخارج الحروف، أو الفكرة القائمة للحرف الهجائي، مخرج وصفة، والصفة ذاتية وعرضية. ولذلك لو نظرنا إلى صفات الحروف من حيث الذاتية تنقسم إلى قسمين، الصفات عرضية وصفات ذاتية، والذاتية صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. هذه خريطة عامة للصفات، صفات عرضية والصفات ذاتية، والذاتية لها ضد أو لا ضد لها. ولو نظرنا إلى الإطار العام للصفات التي لها مقابل أو لها الضاد، لها ضد، الهمس يقابله الجهر، والشدة يقابلها الرخاوة، وبينهما التوسط، والاستعلاء يقابله الاستفال، والإطباق يقابله الانفتاح، والإضلاق يقابله الإصمات. هي دي الصفات اللي لها مقابل أو لها ضد. ما ينفعش أخلط ما بين صفة وأخرى، ما ينفعش أقول إيه الهمس يقابله مثلا الشدة، هذا خطأ. الهمس يقابله جهر، لكن الشدة هي يقابلها رخاوة، فلا داعي للخلط بين إيه بين الصفات. هذه مسألة. ثم طبعا هذه الصفات تدارسناها بالكامل، اللي هي الصفات اللي لها إيه ضد. أما الصفات التي لا ضد لها، قلنا أن ابن الجزري رحمه الله ذكر في باب الصفات هذه الصفات السبعة، في باب الصفات اللي هي القلقلة والصفير والانحراف والتكرير واللين والتفشي والاستطالة، وقد انتهينا منها هنا في الحلقة، في الحلقات المتعلقة بحفص والتجويد مع سلسلة التيسير، انتهينا من هذه الصفات السبعة. ثم تحدثنا عن، هنتحدث إن شاء الله معذرة، هنتحدث عن صفتين اثنتين يعني لم يتحدث عنهما الإمام ابن الجزري في مقدمته أو في الجزري، للغنى والخفاء. ومن بعض العلماء من قال أنه تحدث عن صفة الغنى ولكن بشكل غير مباشر. لكن لو نظرنا إلى باب الصفات، باب الصفات عندما ننظر إليه، عندما قام بالحديث عن الصفات، صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، إلى أن أنهى الصفات، لم يأتي أو لم يتحدث عن الغنة من قريب ولا من بعيد. هذا رأي، أنه لم يتحدث عن الغنة في باب الصفات. ومنهم من نظر نظرة عامة إلى المتن وقال تحدث عن الغنة بشكل غير مباشر. على كل، على كل، هنتحدث عن صفة الغنة. والخفاء هذه الصفة أصلا لم يذكرها في متنه أو في جزريته، لم يتحدث أصلا عن صفة الخفاء. تمام؟ طيب اليوم هنتحدث عن الغنة إن شاء الرحمن في حلقتنا هذه، هنتحدث عن صفة الغنة. طيب الغنة، ما هي الغنة في لغة العرب؟ الغنة صوت له رنين في الخيشوم. الغنة صوت له رنين في الخيشوم. لو تذكرنا عندما كنت أتحدث عن مخارج الحروف، تحدثت عن الخيشوم، وقلت أن الخيشوم هو أعلى الأنف وأقصى من الداخل، أعلى الأنف وأقصى من الداخل. وفي التعريف الموضح أمامنا على اللوحة، الخيشوم هو الفتحة ما بين أعلى الأنف والحلق، ما بين أعلى الأنف والحلق، وقد يعبر عنه بالأنف الداخلي. أنا عندي هذا هو الأنف الخارجي، أما الأنف الداخلي هذا ما يعرف بالخيشوم. ومنهم من يسر العبارة وقال أن الخيشوم هو أعلى الأنف وأقصى من الداخل، وأقصى من الداخل، هذا هو الخيشوم. يبقى نعود، الخيشوم
أعلى الأنف وأقصى من الداخل. ولماذا تحدثنا عن الخيشوم؟ لتعريف الغنة لغة، صوت له رنين في الخيشوم، صوت له رنين في الخيشوم. يبقى بديهي أقول وما الخيشوم؟ أعلى الأنف وأقصى من الداخل، أو الخيشوم الفتحة ما بين أعلى الأنف والحلق، وقد يعبر عنه بالأنف الداخلي. وفي الاصطلاح ونحن نقرأ القرآن، والطالب يقرأ أو الطالبة تقرأ، وأقول إيتي بالغنة، الغنة ناقصة، أين الغنة؟ فلو تتبع القارئ وهو يقرأ لاستطاع أن يقف على هذا المصطلح الذي يعرف بالغنة، أنه يتلازم مع النون والميم. فالغنة هو مصطلح متلازم مع النون والميم، ما ينفعش أبدا. يعني الغنة عندما تتولد لابد من وجود، عندما أقول من يعمل، ما الحكم؟ هلاقي طالب دلوقتي يقول لي أقول يا أستاذ تفضل ادغم بغنة، صح؟ طب ما هو ادغم بغنة جميل، طب ادغام لأنني أدخلت النون في الياء تحقق. يعني احنا لما بنيجي نتكلم على مصطلح لازم انظر هل تحقق المصطلح ام لا. فادغام بغنة يبقى دخول النون في الياء هذا ادغام. طب غنة، تولدت الغنة. طب تولدت الغنة لماذا؟ لوجود النون. الغنة لا تتولد الا في حالة وجود النون والميم، يا نون يا ميم. طيب لذلك إذا نظرنا لهذه اللوحات ونظرنا مثلا إلى النون، لو لاحظنا النون وهي تخرج، النون اللسان في مخرجه، طرف اللسان في اللثة العليا، يبقى طرف اللسان في مخرجه، والغنة تتولد هنا ويعبر عنها بالأسهم كما نرى. شايفين الأسهم؟ تشير إلى الغنة. والميم الميم تخرج من الشفتين، والغنة تتولد يبقى لوحة للنون ولوحة إلى الميم. ما المقصد من هذا؟ الإشارة، هل هذه الغنة صوت مقبول أم غير مقبول؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هذه الغنة تمتزج في جسم النون والميم، ممتزجة في جسم النون والميم، فلو قلت مثلا أقوم بسد الخيشوم هكذا وأنا أتلفظ بالنون أن أن أن، في اختناق في الصوت، أم أم أم، لكن لا بد من المخرج اللساني للنون، لأن النون لها مخرج لساني اللي هو طرف اللسان، والمخرج الخيشومي وهو الغنة، بينهما تلازم المخرج اللساني مع المخرج الخيشومي. أيضا بالنسبة للميم تأتي على جزئين، المخرج الشفوي أم والمخرج الخيشومي للغنة. لذلك قال العلماء في تعريف هذه الصفة صوت
لذيذ لأنه مقبول، صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم في تلازم. إذا وجدت النون لابد من غنة، إذا وجدت الميم في يوجد غنة. لذلك إذا استمعنا للغنة وبحثنا لوجدنا إما أن توجد النون أو توجد الميم أو هما معا، المهم أن يبقى فيه نون أو ميم. فقالوا صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم لا عمل للسان فيه. الغنة لا علاقة لها باللسان، لا عمل للسان فيه. صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم لا عمل للسان فيه. طيب حرف الغنة بالتثنية هو مثنى، حرف الغنة كما نرى على اللوحة النون والميم، ما فيش حروف أخرى تحتمل الغنة، ما فيش حروف أخرى تحتمل الغنة، حرف الغنة النون والميم. الحكم على الصفة، الغنة صفة قوة، الغنة صفة قوة. طيب لو أردنا أن نتذكر الصفات التي مرت على النون والميم مع زيادة الصفة أو مع زيادة صفة الغنة من الصفات التي لا ضد لها، لو نظرنا إلى النون لوجدنا أنها تتصف بجهر وبتوسط وباستفان وانفتاح وإذلاق وغنة. جهر، توسط من حروف لين عمر، من الحروف المستفلة، من الحروف المنفتحة، من الحروف المظلقة في الرم اللب، ومن الصفات غير المتضادة تحمل صفة الغنة. يبقى ست صفات. لو نظرنا إلى الميم اتحدت في نفس الصفات، يبقى هنا بين النون والميم اتحاد في الصفات، تطابق في الصفات، جهر وتوسط واستفال وانفتاح وإذلاق وغنة. ألا يلاحظ هذا من الجدول؟ يبقى في اختلاف مخرج، النون حرف لساني والميم حرف شفوي، لكن بينهما اتحاد في الصفات. وهذا ما يمكن أن يطلق عليه به الحروف مختلفة المخرج متحدة الصفات، الحروف مختلفة المخارج أو مختلفة المخرج متحدة الإيه؟ الصفات. طيب يبقى عدد الصفات ستة للنون والميم. والحكم على الحرف، دايما لما بنيجي نحكم على الحرف هل هو قوي ولا حرف متوسط ولا حرف ضعيف، النون أو الميم، هل هو حرف قوي ولا متوسط ولا ضعيف، من خلال الحكم على عدد صفات القوة مع عدد صفات الضعف. والصفات المحايدة، المحايدة تستبعد. طيب لننظر سوا، الجهر صفة قوة، التوسط صفة محايدة لا توصف بقوة ولا بضعف هتستبعد، الاستفال صفة ضعف، الانفتاح صفة ضعف، الإغلاق صفة محايدة لا توصف بقوة ولا بضعف هتستبعد، الغنة صفة قوة. كم عدد صفات القوة؟ الجهر والغنة اثنان، يبقى عدد صفات القوة، عدد صفات القوة اثنان. طب عدد صفات الضعف اثنان، استفال وانفتاح، وكأنني أقول اثنان أمام اثنين أو اثنين قدام اثنين، في مساواة بين صفات القوة والصفات الايه؟ الضعف. إذن فالحكم على الحرف متوسط، لا يوصف بقوة ولا هيوصف بضعف، ما هو عدد صفات القوة مساوي لعدد صفات الضعف. وبعدين تم استبعاد الصفات المحايدة وهي التوسط والإذلاق. وطبعا لنا كلام لما أنهي إن شاء الله صفة الخفاء، لنا كلام في غاية الأهمية عن باب الصفات، هنتكلم كلام مهم جدا ونخرج فوائد وثمرات من هذا الكلام. طيب بعد كده
كده احنا انتهينا من صفة الايه؟ الغنة. تعالوا مع بعضنا مع سورة النبأ، التلاوة المنهجية بتاعتنا سورة النبأ بأديها، وبرضو بنستمع إلى تلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو يرتل علينا من سورة النبأ. تعالوا نقرأ السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عم يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا،
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب ده في قراءة تانية رب لكن سبحان الله في حفص بالخفض ربي القرآن غالب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هكذا مع سورة النبأ كما لاحظنا ما شاء الله وبهذا اختتم جزء عم بفضل الله عز وجل في برنامج قرآن وقراءات يبقى كده احنا قرأنا جزء عم بالكامل انه مفترض الناس اللي متابعة معانا كان مفترض ان هو في متابعة اسبوعية لبرنامج قرآن وقراءات كانت حلقة لحفص وحلقة لورش طبعا المتابعة الان كل 15 يوم يعني من المفترض انه الناس لو متابعة معانا بهذا المفروض يختموا معانا جزء عام لو ماشيين معانا في مواكبة معانا في الحفظ المفترض كده الناس اختتمت معانا جزء عام واللي حافظ على الضبط معانا الاداء لصور جزء عام إن شاء الله من المرات القادمة بقى هنبتدي نشرع في الجزء التاسع والعشرين برضو من الخلف للأمام هنمشي مع سورة المرسلات والمرسلات عرفا وإن شاء الله صفة الخفاء بصفة الخفاء المرة القادمة بإذن الكريم المتعال يبقى كده برضو أختتم ما باب الصفات فلله الحمد والمنة يبقى كده اختتمنا باب المخارج وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ختام باب الصفات المرة القادمة بإذن ربنا تبارك وتعالى ونبتدي نعمل بعض الثمرات بقى والنظرة فيها شمولية لباب الصفات وثمرات الصفات تبتدي نتكلم كلام مهم إن شاء الله يبقى فيهم كده مفاجآت طيبة إن شاء الله ونحن نتحدث بإذن الله عن ختام هذا الباب بإذن ربنا تبارك وتعالى لم يبقى في حلقة اليوم سوى الاستماع إلى شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو يرتل علينا سورة النبأ بفضل الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا